بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي نبينا محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يسر قناة طار النجار التعليمية أن تتفاعل مع السادة مشاهدي القناة والمشتركين. في الحقيقة جالي هذا السؤال، لو أنا دلوقتي في جروب أو في مجموعة والمجموعة ده هي مفيهاش أدمن، وعايز اكون انا الادمن الخاص بهذه المجموعة، المهارة دي عايزين نتعلمها ونهديها لحضراتكم، خاصة انها ترددت في الاونة الاخيرة العديد من الاسئلة. كمان ان شاء الله هنشهد تطوير كبير جدا على قناتنا على اليوتيوب، من حيث الانترودكشن المقدمة اللي في البداية هنبدأ نغيرها ونبدأ نضيف اضافات ونحسن من جودة الفيديوهات، وهننوع من ناحية العدد والكم الموجود بحيث ان احنا نلبي طلبات حضراتكم. بالاضافة اننا هنعلن عن جروب خاص لحضراتكم، هذا الجروب هنجمع فيه كل الاسئلة ونبدأ نجاوب عليها في صورة اما خطوات مدعمة بالصور او في صورة فيديوهات تعليمية، بحيث ان احنا نقدر نحصل على المستوى التعليمي او نجاوب على الاسئله التي ترد في ذهن حضراتكم، لان انا عندي عدد كبير جدا من الاسئله، وفي نفس الوقت لو انا ما تفاعلتش يوميا العدد بيتراكم، وبعدين بدور عليه بتوه في كم الاسئله الموجود. ان شاء الله هننشئ جروب، هذا الجروب هيسعد بتلقي اسئله حضراتكم في صوره مجموعات، من خلالها نقدر نعظم المنفعة التعليمية الخاصة بينا في جميع المجالات. تعالوا بينا الأول نتعلم هذه المهارة. بافتراض إن أنا داخل الفيس بوك الخاص بيا، عندي مجموعة اسمها اربح وقتك، نشوفها كده مع حضراتكم. دي كانت أحد المجموعات. تعالوا بينا نشوف كده الأعضاء، هتلاحظوا ان انا الادمن الخاص بهذه المجموعه، هذه هي المجموعه. طيب طالما انا الادمن الخاص بيها، هتلاحظوا ان هو بيقول لك ان المسؤولون واحد، انا هقوم بالغاء الادمن من هنا اهوت، هقول له ازاله من دور مسؤول، ازاله من دور مسؤول. كده هتصبح هذه المجموعه بدون مسؤول، بدون ادمن، بدون مسؤول وبدون ادمن. هنبدأ نشوفها دلوقتي ونشوف الشكل هيتغير ازاي. هذه المجموعة اصبحت بدون مسؤول اهوت. طالما هذه المجموعة اصبحت بدون مسؤول، عايز انا اكون المسؤول عن هذه المجموعة. في بعض الاحيان، في بعض الاحيان الفيسبوك او ادارة الفيسبوك بتعرض عليا ان انا اكون الادمن لهذه المجموعة، خاصة لو انا بقوم بعملية القراءة والمتابعة، زي هنا هو بيقول لك ساعد في نجاح هذه المجموعة، ظهرت قدامنا هي. تحتاج هذه المجموعة إلى مسؤول للإشراف على المشاركة وإدارة الإعدادات. لو عايز تكون مسؤول تضغط أريد أن أكون إيه مسؤولا. إذا اللي طالما هذه المجموعة ما فيهاش أدمن، فإدارة الفيسبوك بتظهر لك هذا الصندوق الحواري اللي من خلاله بتطلب منك إنك تكون مسؤول أو مشرف على هذه المجموعة. طيب افترض معايا ان هذه الرسالة لم تظهر لحضراتكم، هعمل انا ايه؟ هاجي رايح للاعضاء، ادخل جوه المجموعة، ومن المجموعة اضغط على الاعضاء الممبرز الخاص بهذه المجموعة، ده لو ما ظهرتش هذه الرسالة، ثم اذهب الى هذا الجروب، واجي على اسمي انا كده اهوت، وهقول له هنا اهوت المفترض ان انا تظهر، اريد ان اكون مسؤولا. طب ما ظهرتش اعمل ايه؟ اضغط على الثلاث نقط يا شباب، يبقى هنا في مغادره، اضغط على الثلاث نقط اللي جنب مشاركه على هذا النحو، واقول له ايه؟ تعيني كمسؤول، كادمن لهذه المجموعه. ناخد بالنا ان قال لك المسؤولون ايه؟ صفر، وبعدين اقول له موافق. تمام؟ كده هتتغير كل الاشارات وهصبح انا ادمن لهذا الجروب بالصلاحيات كاملة. وده كانت الإجابة على هذا السؤال، أتمنى أن أكون وفقت في الإجابة عليه. تقبلوا التحيات، أنا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.